كمان من ترندات اللي عندنا اليوم، عريس يستقبل عروسه بضحك هستيري. شوفي انا يعني في له حالات، هذه له حالات، لانه في كثير اشخاص. خلينا نشوف، انا ما شفته بصراحه، ابغى اشوفه، تحمست. نتابع اكيد في شيء يضحكه. استني استني، ما يضحك هو ده. المزيد من الفيديوهات على tv.cyprus. ما شاء الله ما شاء الله. احمد الدسوي، اول شيء الف مبروك زواجك بالشخصيه اللي كنت تتمنى ان انت تتزوجها من زمان وتحبها. بس علق هنا التعليق اللي كنت ابغى اقوله، أيه؟ انه الضحك الهستيري له اسباب. زي في ناس بتضحك ضحك مثلا فجاه في عزا، ترى في سبب. ايوه، لا لانه في اسباب الضحك الهستيري له عده اسباب. او مثلا زي ما احمد صار معاه، بيكون من الصدمه، من قوه الصدمه، من قوه الصدمه، ايوه بتكون مشاكل عاطفيه. يا انه زي ما شفنا احمد كان محروم على، زي ما ذكرنا اتكتب في الفيديو انه احمد عانى وصار في ظروف بينه وبين البنت اللي كان يبغى يتزوجها، فهذه الظروف كلها خلته يضحك هذا الضحك. انا ابغى اتغلب عليها، هو ضحك اتغلب عليها. قصدك في ناس تكون مثلا مره ترى حزينه ومتضايقه وتعبانه من جوا نفسيا وكل شيء، وتقوم تضحك مره تضحك، فهي الهستيريه دي بتيجي في مواقف يعني له عذر. ليه عذره؟ انا عشان شفت من ضحك احمد يعني انه باين انه بيضحك من السعاده، مو من مصدق نفسه. يعني الله يدوم السعاده عليك. يعني انا افضل انه العريس يضحك في وش عروسته يوم الفرح، ولا انه يطول فيها ويقول لها ايش بك. طيب على السريع بس عشان نبغى ختم الحلقه، لازم انتم كمان كل واحده تجاوب، زوجك اول ما شافك في الزواج ايش كانت رده فعله؟ دائما اسئلتها المهمه. طيب اسمع، انا كثيريه، احنا حنجاوبك انا وريم. لا انا ما ابغاكم تجاوبوني كذا، بس لو سمحتي جاوبي على الهواء. لا لو سمحتي. لا لا لا، انا اقول لك الحقيقه. انا لما شاف، لما جات ملك الفير طال فيه ودار وجهه وقال لي ايه ده؟ ايش بك؟ عشان هو مش متعود على الفيلم. لا لا، اتفاجئ من شكلي انه هذا الشكل مره مره وحش. كيف حتطلعي تنزفي بالمنظر ده؟ طب فهمي المشاهدين انه انت كنت حاطه مكياج كثير، لانه هو يعني ما هو متعود. خلاص يعني. طيب خلاص، شكرا لكم وشكرا على المعلومات القيمه. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره في ذات الموعد في امان الله.